تحت شعار المشاركة المجتمعية في صياغة الدستور، أقامت منظمة يمن باك بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية حلقة نقاشية واستطلاعية عن ما الذي يريده المواطن في الدستور الجديد، والذي أقيم في قاعة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب برئاسة الشيخ عبد الواحد محمد صلاح رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام، وبحضور العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المؤتمر الشعبي العام. وفي الفعالية أدان المشاركون والحاضرون قرار الإفراج عن المتهمين في تفجير جامع دار الرئاسة. اجتمعنا اليوم في قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وجميع أهالي إب لإدانة الجريمة الشنعاء بإطلاق المتهمين في جريمة حادثة النهدين، لأن الجمهورية اليمنية تحارب الإرهاب وهذا جزء من الإرهاب، لا بد من إعادة هؤلاء إلى أماكنهم. من جانبه أصدر اللقاء الموسع لقيادة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بالمحافظة بيان إدانة احتجاجا على إطلاق المتهمين في قضية تفجير دار الرئاسة، مطالبين بإعادتهم وتحريك القضية وتمكين القضاء من الفصل فيها بعيدا عن ممارسة الضغط التي لا تخدم المرحلة الحالية. نؤكد نحن في قيادة المؤتمر الشعبي العام وحزب التحالف في محافظة إب على ومناشدة القيادة السياسية والجهات القضائية والجهات الأمنية بسرعة إعادة من تم إطلاقهم واستكمال إجراءات المحاكمة محاكمة عادلة للجميع، وما سوف يقوله القضاء في حقهم يتم الالتزام به، وباعتبار أن الجريمة إرهابية ونص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014. التمسك بالحوار الوطني والعمل الجاد على إنجاح المرحلة الحالية وتنزيه القضاء واحترام استقلاليته الكاملة أهم ما تهدف إليه قيادة المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة بشكل خاص وأبنائها بشكل عام. سمية سحلول، قناة اليمن اليوم، محافظة إب.